حضراتكم مره تانية. يمكن كلامنا المره دي هيكون بقى عن الدوري المصري 2017-2018، طبعا حامل لقب النادي الاهلي 2016-2017. كل التمنيات ان شاء الله لفريقنا فريق النادي الاهلي للحصول على اللقب الثالث على التوالي بامر الله، بتكون طبعا انطلاقه قويه امام طلائع الجيش. لكن طبعا بكره ان شاء الله هيكون بدايه الدوري مع المباريات التاليه، يعني الداخليه هيلاعب بتروجيت، والمقاولون العرب هيلاعب الرجاء في اولى الاسابيع للدوري الممتاز 2017-2018. طبعا احنا منذ قليل طبعا كنا بنتكلم وقلنا ان مهالمبي او ماشيمبي، يا احمد ماشيمبي حتى الان يعني الاسامي بتختلف، هو مفكاني مهالمبي او ماشيمبي زي ما بنتكلم، او بيقول احمد ان هو بيقول على اسمه ماشيمبي وليس مهالمبي، فبالتالي قلنا ان هو تم التوقيع رسميا مع هذا اللاعب من خلال طبعا تواجده داخل جدران النادي الاهلي النهارده وحضوره التمرين، وهو كان موجود بعد التمرين واستقباله من خلال اللاعبين والجهاز الفني وايضا دكتور عصام سراج واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وتوقع رسميا بشكل كبير بعد الكشف الطبي عليه في صباح اليوم. كل التوفيق ان شاء الله لهذا اللاعب اللي عمره 19 سنه، لاعب جنوب افريقيا او لاعب الجنوب افريقي ونادي بيتفيست الجنوب افريقي، كل التوفيق ويكون اضافه قويه لفريق النادي الاهلي. عايز اقول لك او نتكلم على هذا الموضوع ايضا، ونتكلم على الدوري الممتاز وقائمه النادي الاهلي اللي اضاف ليها بعض الصفقات الجديده، يعني هقولها لكم مره ثانيه. هذه الصفقات كانت بدايه من هشام محمد ولاعب المقصة، وإسلام محارب وأيمن أشرف لاعب سموحة، وأيضا السوري عبد الله الشامي في صفقة انتقال حر، وأيضا وليد أزارو لاعب الدفاع الجديد المغربي، وأيضا أخيرا اللاعب الجنوب أفريقي فكماني مهالمبي، حتى إن شاء الله ما نشوف بس نعرف اسمه بالظبط، بس هو حتى الآن بالنسبة لي فكماني مهالمبي لاعب بيتفيست الجنوب افريقي، واكيد كل التوفيق ليهم، هم كلهم يبقوا اضافه قويه للنادي الاهلي. برحب في الاستوديو معايا الدكتور احمد ثابت، هيتكلم معايا طبعا على الصفقات وبدايه الموسم الجديد، وايضا المباراه الاولى وبدايه الانطلاقه لهذا الموسم مع النادي الاهلي ومباراه طلائع الجيش. احمد برحب بيك، ويعني اكيد في البدايه لازم اكلمك على بطوله الدوري. يمكن السنه اللي فاتت النادي الاهلي هو حامل لقب، بيتطلع كابتن حسام البدري واللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره وكل جمهور النادي الاهلي للحفاظ على اللقب مره اخرى وللمره الثالثه على التوالي، وهو ده الهدف دايما للنادي الاهلي. خليني اكلمك على الدوري الممتاز، ويعني بدايه ايه رايك في هذا الموسم؟ الوضع هيبقى مختلف، صعود ثلاث فرق، الاسيوطي، الرجاء، النصر، هل هيضيفوا للدوري الممتاز مع طبعا المجموعه اللي موجوده للموسم السابق؟ كل ده يعني أسئلة بتدور حوالين هذا الموسم ممكن يكون شكله عامل إزاي في ظل الثلاثة دول الجداد. طبعا برحب بيك يا كابتن محمد، وطبعا بطولة الدوري دي البطولة المفضلة للنادي الأهلي طبعا. بالطبع يعني البطولة، أعتقد أن البطولة السنة دي هتبقى أصعب من البطولات اللي فاتت تمام. بسبب أن تواجد أربع أفارقة في كل نادي أربع أفارقة في كل نادي، هتلاقي كل نادي عامل صفقات قوية يعني حتى لما بنستعرض الصفقات قبل الحلقة في الورق، الصفقات في انديه مع بعض هنستعرضها طبعا. في انديه عامله صفقات في منتهى القوه، يعني اربع افارقه مثلا، هتلاقي النادي المصري عامل مثلا اثنين بيلعبوا في منتخب بوركينا، نادي في الانتاج الحربي جابوا عباس اميد يعني اللي هو كان بيلعب لسه في كابس يونايتد واللي عمل ماتش هايل قدام نادي الزمالك اتعاقدوا معاه. طب خلاص لما احنا اتكلمنا على الصفقات نبتدي بالنادي الاهلي، فما دام انت يعني ابتديت بالصفقات، اول واحد طبعا معانا اللي هو مشامبي في صفقه النهارده، هي مشامبي هو مهالمبي، هو قال دلوقتي على موقع في الجول نزل فيديو انا اسمي مشامبي، يعني بتنطق كده بالشين يعني. اوكي بالشين تمام، يبقى كده انت ايه صححت لي المعلومه، لان كان جاينا عشان فاكر انت اجايه واجاي واجايه كده قعدنا متلخبطين في اللعيبه الافارقه كده، قلنا بقى اما نقول بقى طبعا الصفقه دي صفقه قويه جدا للنادي الاهلي. اولا احنا عشان نحكم على الصفقه بنحكم عليها بحاجتين، اول حاجه الفريق اللاعب ده ايه، وتاني حاجه امكانيات اللاعب. النادي الاهلي كان محتاج جناح بنفس المواصفات دي، يكون جناح يمين او جناح ايسر، بس يكون خاصه الايسر يكون بيلعب بقدمه اليمنى طبعا. دي النقطه المهمه، يعني انت ما عندكش غير مؤمن زكريا بس اللي بيلعب برجله اليمين، لكن الباقي كله بيلعب برجله الشمال، فمهالمبي بيلعب بحته اليمين. اهم نقطه واللي كابتن حسام البدري بحث عنها في هذا اللاعب هي نقطه السرعات.
جميل. اللاعب ده عنده سرعات مش موجوده في الدوري المصري، هيبقى اسرع لاعب على الشاشه طبعا، على الشاشه طبعا، الاهداف خاصه بيه ووجوده حتى هو لاعب صغير السن شكله باين، لاعب سريع جدا، لاعب سريع، دي اهم ميزه فيه السرعات. كابتن حسام البدري دور على صفقه يكون فيها السرعات مش موجوده في الدوري المصري، اعتقد ان هو هيبقى اسرع لاعب في الدوري المصري مع الانبي. هو يمكن حته المراوغات الناجحه دي لما بتيجي نحسبها في نوعين من اللعيبه او نوعين من حته المراوغات، نوع زي حمودي اللي هو المهاري او صالح جمعه اللي هو بيرقص بيفوت في واحد على واحد، ونوع زي محمد صلاح وزي مهلمبي بيعتمد اكتر على السرعه، بيطول الكره مثلا ويجري وراها، ده نوع برده من نوع تاني من المراوغات الناجحه، ان هو يطول الكره ويلعبها دي، فدي بتتحسب له مراوغه ناجحه، بيعتمد اكتر على جزء السرعات، فالسرعات دي النادي الاهلي محتاجها. طبعا لاعب صغير في السن 19 سنه، لاعب سريع جدا، كمان لاعب بيلعب في منتخب جنوب افريقيا يعني تحت اللي هو تحت 19 سنه بيلعب فيه، يعني لعيب كمان دولي، واحنا كنا جايبين له جون في منتخب تونس. تمام فلاعب يعني اعتقد ان هي هتكون صفقه ان شاء الله، صفقه قويه جدا للنادي الاهلي، وكمان هو حصل على جائزه افضل لاعب صاعد في دوري جنوب افريقيا. جميل، يمكن هو معانا الصور اللي هي بتاعت اخد فيها الجائزه. لو عرضنا الصور بتاعت اللي اخد فيها الجائزه، بنعرض اهدافه، بنعرض وجوده. لا طبعا دي اهدافه، بص حضرتك بص السرعات، شوف السرعات بتاعته، بص السرعات، بص دي سرعه، بص هي اهم حاجه السرعات ده. على فكره ممكن كابتن حسام يستخدمه كباك يمين كمان، مش شرط ان هو يبقى جناح بس، لا انت ممكن يعني تستخدم جوكر، ممكن تستخدمه كباك يمين، هو اصلا بيلعب جناح يمين وجناح شمال ومهاجم، بس ممكن على فكره يلعب جناح باك يمين، في حيث ان انت مثلا بتلعب زي ما بنشوف مثلا ليفربول مثلا شامبرلين في الارسنال بيلعبها، جناح ظهير جناح في نفس الوقت. دي الصوره اللي اخذ فيها جائزه افضل لاعب في جنوب افريقيا تحت 23 سنه، في الافضل لاعب صاعد، يعني زي ما رمضان صبحي كده كان موجود اخذها. فاعتقد ان هو خير تعويض برضو لرمضان صبحي، صفقه مهلمبي دي صفقه هتفرق جامد جدا، وكمان سعرها مش كبير، مليون و200 الف دولار، رقم مش كبير قوي، يعني لو كنت مثلا جبتها برقم اكبر من كده سعرها برضو كويس، وتقدر يعني بص حضرتك الجايزه دي جايزه، ان انت حتى بتبص لقدام، دايما النادي الاهلي هو بيبص لقدام حتى لو دفع مبلغ. دي احصائياته، انت بتتكلم ان هو بيبيع بعد كده، شفنا ايفون انت بعته بشكل مميز طبعا، لو فكرت بعد كده حتى في التسويق لسه 19 سنه انت برضو حته سنة. انا كنت يعني انا كنت اتفرجت عليه قبل كده كنت قلقان شويه من الفينش، لكن لما تبص على الاحصائيات بتاعته هتلاقي ان هو جايب سبع اهداف، سبع اهداف في 13 مشاركه منهم 8 مباريات كاساسي، وده على فكره احصائياته في دوري جنوب افريقيا الموسم ده. جميل، لعب 13 مشاركه 8 اساسي وخمس مرات بديل. لما تبص على عدد الاهداف بتاعه، يعني لعيب سريع كده ممكن تشك الفينش بتاعه مثلا ما يكونش عالي، لا اللاعب جايب سبع تجوان منهم ضربتين جزاء، فبرضه معدل تهديفه كويس بالنسبه ان هو لاعب مثلا 8 مباريات اساسي وخمسه بديل يجيب فيهم سبع اهداف، فده دليل ان القدره التهديفيه برضه بتاعته تطمن، ولسه 19 سنه قابل على يعني ان انت تطوره، دايما مرحله النمو بتاعت اللاعب 19 20 21 السن ده، فتقدر ان انت تطوره. برضه حته القدرات الدفاعيه كابتن حسام البدري اعتقد ان هو هيطوره فيها، حته السرعات زي ما احنا شايفين على الشاشه كده هو لعيب سريع جدا، وتقدر كمان تستخدمه في اكتر من مركز، لو انت فكرت مثلا تلعب 3 4 2 1 مثلا، الاربعه دول هيبقى في ظهير جناح، تقدر تحط مهلمبي كجناح يمين، فده برضه هيفرق جامد، ممكن يلعب ارتكاز تستغل السرعه والمهاره اللي عنده دي. فيعني لاعب انا اعتقد ان هي صفقه مهمه جدا، مش شرط برضه يعني الناس بصلها ان هي صفقه جناح بس، لا هو ممكن تستخدمه في اكتر من مكان على حسب طبعا دماغك، على حسب طبعا رؤيته ليه في داخل التمرين، بس اللاعب جوكر، اللاعب الجوكر ده ولاعب منتخبات ولاعب سريع، لا صفقه تقيله جدا للنادي الاهلي، واعتقد ان هي واحده من افضل الصفقات هذا الموسم للنادي الاهلي مع صفقه ازار وصفقه هشام. طيب يمكن دول خلينا نتكلم على الصفقات الباقيه للنادي الاهلي، ما احنا لسه بقى خلاص يعني معظم اللاعبين اللي النادي الاهلي ضمهم هيبتدوا يبانوا طبعا بشكل كبير لجمهور النادي الاهلي، لازم نقول لهم المميزات ليهم، يعني يمكن اسلام محارب شفناه، اسلام محارب ما خدش ثانيه، يعني هم سبع دقائق وجاب جون، فدليل ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي. مزبوط. وبعدين اسلام محارب برضه عكس الانتقادات اللي جايه شويه على الصفقه في البدايه، لا اسلام محارب اثبت نفسه، ولسه حتى في الوديه الاخيره قدام المنصوره جايب جون باكورد عالمي، لاعب يعني اسلام محارب جناح تقدر تستخدمه كجناح شمال، جناح يمين تقدر تستخدمه كباك شمال، تقدر تستخدمه كلاعب وسط سي ام اف، كلاعب ثالث في خط النص. فاسلام محارب برضه صفقه من الصفقات القويه جدا للنادي الاهلي، وخاصه كمان ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي اسلام محارب. الصفقه الابرز والابرز والاقوى بالنسبه لي هشام محمد. هشام محمد انت مشيت حسام غالي، افضل خليفه في مصر حاليا لحسام غالي هو هشام محمد. هشام محمد يعتبر افضل لاعب وسط في مصر، لاعب كرييتور، لاعب برضه هيديك حلول كتير جدا في الملعب، لاعب عنده قدرات الدفاعيه وقدرات الهجوميه في نفس الوقت، واعتقد ان هو لما يلعب هيفيد منتخب مصر كمان. يعني منتخب مصر انا شايف عنده مشكله في خط النص واضحه جدا، ثنائيه النني وثنائيه طارق حامد، ف
فلما هشام محمد كمان يلعب اعتقد ان هو يمكن دي الصفقه. طبعا دي امامنا على الشاشه صفقات النادي الاهلي لهذا الموسم. هشام محمد احنا بنتكلم عليه، اتكلمنا على مشالمبي، هنتكلم طبعا على هشام محمد. طبعا الشيخ كان مش غريب، اسلام محارب بنتكلم اتكلمنا عليه، ايضا وليد ازارو وايمن اشرف عبد الله الشاهين اللاعب. هشام كمان لعيب جوكر، يعني ممكن يلعب هولدنج في المركز 6، ممكن يلعب في المركز 8، ممكن يلعب في المركز 10، فدي الميزه اللي في الصفقات النادي الاهلي، مفيش ولا صفقه وانا اتكلمنا عليها غير لما تلاقيها جوكر. حتى وليد ازارو، يعني وليد ازارو برده ممكن تستخدمه كمهاجم بيجي من تحت شويه، مش صريح برضه ممكن عشان هو بيجيد حته التحرك على الاطراف، فبرضه يعني وليد ازارو مهاجم دولي في منتخب المغرب، لسه صغير في السن، مهاجم محطه سريع هيفيد النادي الاهلي جدا قدام مباراه الترجي، يعني اعتقد وفي طوال الموسم كمان النادي الاهلي كان محتاج مهاجم بنفس مواصفات وليد ازارو، ده اللي بحث عنه كابتن حسام. الفرق ما بين النادي الاهلي بالذات وما بين باقي الانديه في مصر هو ان كابتن حسام البدري هو اللي بيختار الصفقات. هو اللي بقى انا مثلا بحدد مواصفات معينه، مش شرط بقى ان انا اسمع كلام الجمهور، مش شرط ان ده لعيب كويس او جايبه، لا، وانا عايز مهاجم زي نفس مواصفات مروان محسن، عايز المهاجم اللي بيضغط على الكوره، اللي بيضغط ضغط عالي، اللي بيتعب اي مدافع، يعني هو كابتن حسام عايز كده. فكل الصفقات اللي هو يعني حاططها او كانت في دماغه جابها بامانه، وكل النواقص الموجوده الهدف ده كمان بتاع اسلام محارب اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الباكورد هدف عالمي، هدف عالمي بامانه، واسلام محارب برضه كابتن حسام كان مصر عليه، انا عايز الجناح اسلام محارب لانه متالق وابن من ابناء النادي الاهلي. هشام محمد برضه نفس الكلام. فيمكن دي الصفقات. عندك كمان بقى ايمن اشرف. ايمن اشرف يمكن كابتن حسام كان جايبه في الاول باك شمال، بحيث كان في تحسب مثلا رحيل علي معلول في الاول وبعد كده علي معلول كمل، فطبعا ايمن اشرف دلوقتي التفكير كله ان هو يلعب مساك، فدي برضو حته ان هو جوكر كان بيلعب. هو مش التفكير كله، هو انت لو احتجته لان الحاجه دلوقتي بتقيل ان انت يعني كنت محتاج مساك، فطبعا كان التفكير كله في ايمن اشرف ان هو بيلعب مساك وبيلعب ظهير ايسر في الاثنين دول في المركزين مع بعض. الصفقه اللي هي يعني بالنسبه لي يعني عبد الله الشامي دي يعني صفقه بالنسبه لي ممكن اديها، مش عايز احكم عليها غير لما نشوفه في الملعب، لان هو انت كنت محتاج مدافع بشده، النادي الاهلي كان قدامه مثلا كذا مدافع بامانه شديده في الدوري المصري، ما جبناش حد من المدافعين دول، فاتجهنا الى السوريين. رحنا الاول دورنا على عمرو الميداني واحمد الصالح، شفنا اسعار كبيره، بس النادي الاهلي اتجه الى عبد الله الشامي. انا شايف ان عبد الله الشامي ممكن يكون كويس، يعني هيفيد النادي الاهلي، خاصه كمان ان هو جاي انت مش دافع فيه حاجه، جاي ببلاش ومخلص نفسه من النادي اللي كان فيه وجاي اتعاقدت معاه. ولكن انا وجهه نظري الشخصيه ان كان في خيارات افضل، يعني بصراحه كان في خيارات افضل من عبد الله الشامي. دي الصفقه الوحيده اللي هي يمكن يعني اقول ان هي 7 من 10 منتخب الاولمبي السوري يعني، بس ما بيلعبش في منتخب سوريا الاول، خاصه كمان اصلا ان منتخب سوريا المدافعين اللي فيه يعني حتى لما تابعتهم سواء احمد الصالح سواء عمرو الميداني مش الطب، يعني سوريا كلها اصلا يعني اللعيبه فيها محققين نتائج كويسه، الخط الامامي قوي، الخط يعني الامامي عمر السومه وفراس الخطيب محمود المواس للملحق، لا الخط الامامي عندهم قوي جدا ومحققين نتائج زي ما حضرتك قلت، وهم وصلوا للملحق قدام استراليا. ولكن برضو المدافعين يعني كان في خيارات في مصر كانت افضل، يعني مثلا كان في عمرو طارق، كان في محمود علاء اللي راح نادي الزمالك، كان في خيارات كتير طبعا، ولكن دي الصفقه الوحيده اللي هي بالنسبه يعني للصفقات او بالنسبه للباقي بيتحكم عليه في المعركه. لكن النقطه اللي بتشد انتباهي هو معدل اعمار الصفقات دي. طبعا معدل الاعمار صغير، معدل الاعمار صغير جدا، والنادي الاهلي يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده شفت له تصريح ان هو بيجمع ما بين لما بعد التعاقد مع مشامبي ان احنا بنجمع ما بين بنكون جيلين، ان انت عندك الجيل الخبره والجيل الصفقات الجديده في الشباب. صحيح. فالنادي الاهلي يمكن او احسن تصريح شفته يعني كان في الفتره الاخيره بامانه الكابتن سيد، من فتره كده من شهرين شفت له تصريح احنا بنحاول ان احنا نعمل فريقين النادي الاهلي عايز يكون اقوى السنه الجايه، فده تصريح كان قوي جدا من كابتن سيد للامانه. والتدعيمات بامانه انا شايفها يعني النادي الاهلي من احسن الانديه اللي دعمت في مصر الموسم ده النادي الاهلي، يعني اديله في التقييم مثلا لو هتقول 9 من 10. طيب يعني طبعا النادي الاهلي بيبص زي ما انا كنت بتكلم في الانترو كده، بيبص لحاجات كتير قبل ما بيستخدم اي لاعب، اولا طبعا الحاله الفنيه والبدنيه طبعا واخلاقيا وكل هذا ده ممكن، لان في لاعبين كتير في فترات وقت من الفترات جبتهم ما استفدتش بيهم نتيجه انهم عدم تاقلمهم لان هو مش لعيب نادي اهلي طبعا. دي بتبقى الشخصيه بالظبط الشخصيه والاهم ان كابتن حسام البدري هو اللي مختارهم. في فرق ما بين المدير الفني هو اللي بيختار مقتنع وما بين مثلا انديه ثانيه بتلاقي ناس ثانيه اللي بتختار، مش مدير فني، فرق شاسع. النادي الاهلي لا منظومه وحاجات ثانيه كبيره بامانه. طيب خلينا اروح على الانديه الثانيه، احمد الزمالك يعني نادي الزمالك يمكن مجموعه يعني احنا عاملينها
يعني في فقره للدوري بشكله والانديه كلها، لان طبعا بدايه الموسم غدا 2017 2018 نادي الزمالك صفقات كبيره جدا او كتيره مش كبيره كتيره جداً. وبعدين لسه كنت بقول لحضرتك اللي بيختار هنا المدير الفني في النادي الاهلي، هنا اللي بيختار رئيس النادي اعتقد، فهم جايبين 9 صفقات في مركز واحد. فدي برضو غريبه يعني 9 صفقات تحت الفراوده. يعني ما في يعني مثلا لو عديناهم رقم 1 كابوريا، رقم 2 احمد داوودة، رقم 3 احمد مدبولي، رقم 4 صلاح عاشور، رقم 5 رزاز سي، رقم 6 احمد مجدي مش هقول ان هو بيلعب تحت الفراوده ماشي، محمد رمضان رقم 6، رقم 7 محمد الشامي، رقم 8 عبد الله جمعه، رقم 9 يوسف اوباما. 9 صفقات لنادي الزمالك تحت راس الحربه. فدي برضو علامه استفهام ان انت ما مليتش كل الحاجات. يعني انت عندك الباك اليمين عندهم مثلا علاء الشبلي الباك اليمين ده مش قوي اللي هو من منتخب سوريا بصراحه ضعيف جدا دفاعيا هيعمل لهم مشاكل كتير. فيعني فالصفقات عندهم الباك اليمين ما دعموش قوي. حته الارتكاز برضو ما جابوش غير محمد اشرف، كانوا محتاجين تدعيمات في حته الارتكاز كنت محتاجها اكتر من كده بامانه شديده. دي صفقات نادي الزمالك يمكن زي ما انت قلت 9 صفقات في مركز واحد، في كابونكو كاسونجو، في محمود علاء، في الشمبونج اللي اتصاب، في احمد مجدي، في مؤيد العجام باك شمال لسوريا، وفي خالد قمر. تمام، دي الصفقات طيب. اللي بتاعت نادي الزمالك. خلينا عشان بس نلحق لان وقتنا ضيق، الصفقات الاخرى الانديه الاخرى طلع اسكندري، خلينا نروح للاتحاد او دي طلع الجيش. طلع الجيش طبعا عشان النادي الاهلي، طلع الجيش هيقابل النادي الاهلي يوم الاحد. هم عاملين صفقات قويه عاملين صفقات قويه. وطبعا اول واحد محمد ناصف، جابوا باك شمال محمد ناصف اللي كان بيلعب في نادي الزمالك. جابوا كمال الدين ابرو، ده مهاجم كان في كايزر تشيفز اعتقد ان هو توجولي. جابوا وائل فراج المهاجم اللي هو من بتروجيت، مهاجم كويس جدا. جابوا صلاح امين مهاجم الانتاج الحربي. فعندهم يعني صلاح امين ده مهاجم 10 على 10 مع وائل فراج، عندهم راس الحربه مميزين جدا. عندهم احمد هاني باك يمين، عندهم اللعيبه اللي تحت راس الحربه احمد الشيخ اللي كان بيلعب في الاتحاد واحمد عموري اللي كان بيلعب في الاسماعيلي وطلع الجيش. في لعيب برده جناح جاي من الاسيوطي اسمه ميندي، ده برده كان بيلعب في الدوري الاسباني، لعيب كويس. جابوا محمود حمد من الاسماعيلي، جيروم ويا الجناح بتاع اسوان، اسلام صالح لاعب ارتكاز الجونه، واللي حضرتك لسه كنت بتقول اللي هو صاصا حسن اللي هو خط الوسط بتاع اوغندا اللي هو اللي هو ابو ضفيره ده اللي كان بيلعب في منتخب اوغندا. محمد طارق ظهير ايمن الانتاج الحربي، وسعد حسني ظهير ايمن الاسماعيلي، وعلي الفيل مساك من الحرس الحدود. فالصفقات عندهم يمكن صفقات قويه، صفقات برضو يعني تحترم. يعني حتى لما كنت لو انت مش واخد بالك مثلا ان طلع الجيش عامل صفقات بالصوره دي، لا طلع الجيش عامل صفقات محترمه جدا خاصه في مركز راس الحربه وتحت الفراوده. يعني عندهم صلاح امين وائل فراج والمهاجم التجولي، ثلاثه قويين جدا قدام الثلاثه راس حربه تارجت. عندهم تحت الفراوده احمد الشيخ واحمد عموري وجيروم ويا وميندي، دول 4 برضو تحت راس الحربه. فعاملين صفقات قويه، واحمد دهاني باك يمين وسعد حسني باك يمين من الاسماعيلي. فعندهم برضو صفقات بالذات على الجانب الامامي. المباراه او كله بيستعد بشكل كبير للمباراه الاولى. النادي الاهلي بتبقى دايما هي انطلاقه، الانطلاقه دي دايما هي اللي بتدي الثقه وبتدي الاستمراريه. ولكن طبعا ان شاء الله يعني احنا كلنا امل وثقه في الجهاز الفني واللاعبين، حته ان انت البدايه دايما بتبقى كويسه، البدايه دايما بتبقى معبره عن البدايه خطواتك في الدوري الممتاز. السنه اللي فاتت كسبنا الاسماعيلي كانت 1-0 واستمرت معاك استمرينا. طيب خلينا نروح للانديه الاخرى وصفقاتهم. نادي سموحه طبعا نادي من الانديه المميزه كان في الموسم الماضي. سموحه كانت عقد برضو مع 2 لعيبه سوريين وما تمش الصفقه. صفقات سموحه اول حاجه محمد حمدي زكي طبعا من النادي الاهلي. جابوا واحد صربي مهاجم اسمه نيكولا من هونج كونج، وجابوا لعيب مقدوني اسمه بويان لاعب ارتكاز. جابوا اميد اوكري من الانتاج الحربي ووليد حسن، ده برضو لعيب مميز جدا جناح. جابوا طارق طه ظهير ايسر بعد ما ودوا ايمن اشرف في النادي الاهلي، فجابوا طارق طه مكانه. ناصر ماهر طبعا ده صفقه قويه جدا بالنسبه لهم، نجم النادي الاهلي طبعا، لعيبه مميزه جدا لاعب ابناء النادي الاهلي يعني. طبعا لعيب وهيفرق جامد لما يرجع كمان ان شاء الله يلعب معاهم، وما يرجع زي ما ايمن اشرف واسلام محارب لما لعبوا معاهم كده. ناصر ماهر لما يرجع هيفرق جامد صحيح. وكان فارق على فكره مع فريق بتروجيت على فكره. طبعا ناصر ماهر لعيب كويس جدا يعني هو بس عشان مكانه مزدحم، سواء عبد الله السعيد سواء صالح لوقت معين، ولكن هو لعيب مهاري، لعيب عنده حته الباص نفس بتاعت هشام محمد نفس قصه هشام محمد برضو كانت صف الاول ورجع. فانا عايز ناصر ماهر ياخد هشام محمد قدوه، ان هو يعني نفس الاصابه جات له وبعد كده رجع النادي الاهلي بعد ايام. عندهم برضو مصعد عوض من النادي الاهلي، عمر فاروق مهاجم من السكه، محمود فتحي لاعب وسط مدافع، خالد سطوحي ده مساك، وعمر الحبشي ده جاي من طنطا. في معانا بعد كده صفقات الاتحاد السكندري.
الاتحاد السكندري طبعا، لان دجله اللي معانا على الشاشه هتبقى موجوده معانا. يعني صفقات دجله طبعا مع كابتن احمد حسام لاعب وسط، واسامه العازق طبعا ظهير ومساك يعني، واحمد رؤوف طبعا جابوا احمد رؤوف بعد ما ودوا عرفه السيد كمان. عبد المنصف ما شاء الله لسه موجود وبيتالق بشكل كبير. عبد المنصف جيل على فكره، وحسيني طبعا منصف يعني. كان جول كويس طبعا، بس كان ابتدى في دينا بس حظه كان وحش ماتش السته خلاص. طيب. وطبعا في اسامه العزب، وفي احمد الشناوي لاعب وسط من بتروجيت، في عمرو طارق من انبي، في احمد سمير باك شمال نادي الزمالك، جابوا حسين ياسر المحمدي، وبعدين جابوا محمد حسن اللي هو الناشئ بتاع الاهلي اللي كان بيلعب في بلديه المحله السنه اللي فاتت، اللي هو لاعب قطع كرات، لاعب كويس جدا. تمام. وجابوا ثلاثه افارقه برضو مختارينهم بعنايه كويسه، يعني هداف الدوري الكونغولي اللي هو رودي مانجا ده، وجابوا لاعب كونغولي ثاني اسمه جان مارك، وجابوا لاعب بوركيني اسمه يوسف اوتارا. يعني انا اعتقد ان رودي مانجا ده هيبقى صفقه ثقيله، يعني هداف الدوري الكونغولي ومهاجم قوي جدا. الصفقات برضو قويه. وادي دجله بتكلم كل الانديه بتستعد، ويمكن دجله وسموحه عندهم الامكانيات ان هم يجيبوا لعيبه كويسه طبعا. وفي انديه برضو ما عندهاش الامكانيات عملت صفقات حلوه هنقولها دلوقتي، زي مثلا الاتحاد السكندري وزي المصري، انديه جماهيريه دعموا صفوفهم بصفقات كويسه جدا. طيب. يعني الاتحاد السكندري مع السكندري بقى مع كابتن هاني رمزي، السكندري امير عبد الحميد هو او يعني في حراس المرمى وجايبينه طبعا، امير من ابن من ابناء النادي الاهلي ومن الحراس المميزين جدا يعني. طبعا. ايضا احمد شرويده المصري جناح مهاجم، جاب محمد علي منصر ده كان جناح بيلعب في الترجي في الدوري التونسي ده لسه مخلصينه النهارده الصبح. محمد الشاذلي ده مدافع مصري كان محترف في الدوري العماني، تعاقدوا معاه. جابوا الافواري الافواري مانوتشو ده بيراهنوا عليه مكان كاسونجو، لما ودوا كاسونجو للزمالك جابوا مكانه مانوتشو، كان بيلعب في اتحاد العاصمه الجزائري. جابوا حسام باولو طبعا من الزمالك، مهاجم كويس جدا. رمزي خالد من الزمالك برضه، وجابوا خالد الغندور ورجعوا عاشور الادهم. فاعتقد برضه ان كابتن هاني رمزي هيعمل فرقه قويه، يعني خاصه مانوتشو وخالد مانوتشو وحسام باولو قدام، صفقتين كويسين في الجانب الهجومي، وامير عبد الحميد ورا بخبراته في حراسه المرمى، عاشور الادهم ونور السيد كاثنين ارتكاز. لا فالاتحاد برضه هنشوف برضه طيب. فرقه قويه. المصري يمكن برضه بيستعد بشكل قوي جدا. لو احنا معانا المصري يا بيبو، لو المصري عامل صفقات قويه جدا في بالذات في اللعيبه الافارقه. اللعيبه الافارقه عندهم الراجل بانسيه، البوركيني بانسيه مهاجم اسك من موزه ده، لسه كان بيلعب مع منتخب بوركينا فاسو قدام السنغال. اعتقد ان هو واحد من افضل الصفقات في الموسم ده، اللي هو المهاجم البوركيني بانسيه ده هيبقى مفاجاه. جاب جون فينا تقريبا في بطوله في بطوله افريقيا في الماتش اللي هو في كاس الامم. تمام. وشيخهم كورو ده جناح بيلعب في الهلال الابيض السوداني، مهاجم جناح برضه ايسر مميز جدا. محمد كوفي مدافع نادي الزمالك راح النادي المصري. فالثلاث صفقات الافارقه، فكابتن حسام حسن اختار صفقات افارقه عكس الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان النادي المصري عيبه ان هو ما فيهوش افارقه كويسين، السنه دي لا عكس. جابوا برضو علاء علي جناح، احمد عيد عبد الملك، محمد ابو شعيشه لاعب خط نص في الانتاج الحربي، اسلام ابو سليمه واحمد عبد الموجود اثنين مساكين، عمر كمال عبد الواحد صانع العاب، محمد منتصر برضو صانع العاب، مصطفى مارسيلو ده ظهير ايسر، جاريندو مهاجم، ومحمد شطه وده جاي من يعني لعيبه جايه من الدرجه الثانيه، سواء جاريندو او محمد شطه او عبد الناصر والمنيا. انا اعتقد ان افضل صفقه افضل صفقتين النادي المصري عملهم المهاجم البوركيني بانسي والافواري شيخ مكورو. طيب نروح برضو في خط كده القنال والاسماعيلي. الاسماعيلي يمكن ما دعمش بصفقات كتير قوي ده برضو الاسماعيلي، انا اعتقد ان هو بمنظر الصفقات ده الاسماعيلي ممكن يعاني شويه الموسم ده، مش هيبقى برضو ان هو ينافس على المربع الذهبي او مش بقيمه الاسماعيلي بامانه شديده. هم يمكن مش لعيبه، هو حافظ على هو حافظ لعيبه بس كانوا محتاجين يعني. انت كل الانديه لو حضرتك خدت بالك جايبين اربع افارقه، الاربعه قويين جدا، سواء المصري سواء الاتحاد سواء اي الانتاج الحربي. حتى الاسماعيلي جايبين المالي موسى كمارة مهاجم جمهور الاسماعيليه حتى مش مقتنع بيه، باسم عبد العزيز ظهير ايسر جاي من المقصه، هو كان مميز جدا بس جات له في الفتره الاخيره رباط صليبي، احمد ديودار طبعا مدافع نادي الزمالك، محمد فوزي حارس مرمى من المحله، اسامه كاجو ده يمكن افضل صفقه جابها الاسماعيلي من وجهه نظري، جاي من الاف سي مصر، عمر جمال طبعا النجم الكبير اللي رجع تاني الاسماعيلي، مدحت ابراهيم من المحله، وابراهيم عبد الخالق ده النهارده ابراهيم عبد لسه النهارده بعد ما نادي الزمالك استغنى عنه وراح وقع ثلاث سنين في النادي الاسماعيلي. طيب. فانا اعتقد ان صفقات الاسماعيلي المميز فيها الاسماعيلي مختلف عن السنه فاتت. طيب اعتقد لا يعني اعتقد يعني الصفقات بتقول ان يعني الانديه اللي هتبقى قويه المصري وادي دجله دول هيبقوا وسموحه ممكن. طيب خلينا نروح للفريق اللي كان بينافسك بشكل كبير على بطولة الدوري هو فريق المقصة وصفقاته هذا الموسم. المقصة طبعا عاملين صفقات برضو كتير، جابوا ثلاث لعيبة من نادي الزمالك، سواء صلاح ريكو لاعب الارتكاز، جابوا حسني فتحي الباك اليمين واللي بيستخدمه برضو كباك شمال، ومحمد مسعد، ثلاثة جايين من نادي الزمالك. جابوا محمد صبحي
حارس الاسماعيلي، خاصه كمان ان هم داخلين دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، فهم محتاجين كانوا تدعيمات قويه. جابوا الزامبي ادوارد، ده مهاجم بيلعب في الدوري الزامبي. جابوا وليد عادل باك شمال من الاسيوطي. طبعا عندهم جون انطوي جاي من النادي الاهلي، كريم ممدوح اللي هو كان بيلعب في وادي دجله، عندهم نانا بوكو رجع من الاعاره، ابو بكر عبد اللطيف رجع من الاعاره، عبد الحميد سامي واحمد صابر. يمكن هم رجعوا الاعارات اكتر، يعني سواء مثلا نانا بوكو، ابو بكر عبد اللطيف، وعندهم جون انطوي والزامبي ادوارد. برضو صفقات المقصه، يعني اعتقد المقصه مش هتبقى زي السنه اللي فاتت. يعني اعتقد مش هينافسوا على الثاني، ممكن يوصلوا مربع ذهبي بس هتبقى صعبه شويه. طيب سريعا نخش، يعني انا عايز اخلص معاك قبل ما وقتنا يخلص بقيه الانديه. يعني ام بي ايضا صفقاتهم الجديده، ام بي جايبين مهاجم فلسطيني، فلسطيني تشيلي اسمه جوناثان سوريا. جابوا المالي ابو بكر ديارة من استاد مالي. جابوا عثمان، ده لاعب وسط مدافع، يعني هم جايبين اثنين ماليين، ابو بكر ديارة لا صانع العاب، وعثمان ده لاعب وسط مدافع، وجابوا واحد مالي كمان تراوري. يعني نقدر نقول ان انبي السنه دي هيبقى كله مالي، ثلاثه مالي، ثلاث افارقه من مالي، خط نص وصانع العاب ومهاجم. وعماد السيد مهاجم طبعا، اللي هو كان بيلعب في وادي عرفه السيد، اللي كان بيلعب في وادي دجله، وعماد السيد حارس الطلائع. طيب نروح على بتروجيت سريعا، لان خلاص يا احمد يعني الوقت فاضل. بتروجيت جايبين ابرز صفقه عندهم طبعا محمد جمعه ظهير ايسر نادي الزمالك، اسلام جمال مساك نادي الزمالك، وجابوا النهارده الصبح لاما كولين اللي هو كان بيلعب في الداخليه. دي يمكن ابرز ثلاث صفقات. الانتاج الحربي برضو صفقاته النهارده، يمكن اتكلمت مع كابتن مجدي عبد العاطي، قال لي احنا جبنا اربع افارقه مميزين، ايزي اللي هو كان بيلعب في النصر التعدين، الزيمبابوي عباس اميد اللي احنا لسه كنا بنقول عليه اللي هو كان بيلعب في كابس يونايتد، ده اعتقد ان هي هتكون صفقه قويه جدا برضو من صفقات الموسم، عباس اميد ده. وجابوا الغاني ابو بكر مهدي مهاجم كوتوكو الغاني، وجابوا الغيني موسى ديوارا ده بيلعب في كالوم الغيني. كان دي ابرز الصفقات عملها. وجابوا برضو اسامه محمد واحمد شديد قناوي ناحيه الشمال، وناحيه اليمين جابوا السيد الشبراوي. طيب عاملين برضو صفقات. الصفقات دي يا احمد بتشوف ان الدوري هيبقى، اعتقد الدوري هيبقى قوي واقوى من السنه اللي فاتت، خاصه في حكايه الثلاثه الافارقه. كل نادي الاربعه افارقه. النادي الاهلي يعني بتصعب السنه دي، اعتقد الحفاظ على اللقب او الحفاظ على الوضع بتاعك بيبقى اصعب. هو كل ما تبقى المنافسه اقوى، كل ما بيكون احسن للنادي الاهلي، خاصه كمان عشان انت داخل عندك صراع افريقي قوي قدام الترجي وقدام الانديه. هو الهدف دلوقتي طبعا بطوله افريقيا ان شاء الله، برضو يعني بدايه تبقى مميزه من خلال طبعا بطوله الدوري الممتاز. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا. انا قبل يعني ما انهي اللقاء مع حضراتكم هقول لكم بس قائمه الاهلي للموسم الجديد، عشان بس الناس تبقى ملمه باسماء اللاعبين في التوقيت الحالي، لان طبعا بعض اللاعبين انضموا. يمكن النهارده زي ما بنقول اللاعب الجنوب افريقي فكماني ماشالمبي، هو اسمه فكماني ماشالمبي، ده الاسم الصحيح ليه. في البدايه طبعا حراس المرمى احمد عادل، عبد المنعم، شريف اكرامي، محمد الشناوي. في خط الدفاع سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيع، والسوري عبد الله الشامي، احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، حسين السيد، صبر الرحيل، ايمن اشرف، والتونسي علي معلول. اما في خط الوسط حسام عاشور، عمرو السليه، هشام محمد، اسلام محارب، مؤمن زكريا، وليد سليمان، احمد الشيخ، احمد حمودي، وعمر بركات، ميدو جابر، عبد الله سعيد، صالح جمعه. اما خط الهجوم فيضم عماد متعب، مروان محسن، والمغربي وليد ازارو، والنيجيري جونيور اجايي. اما اللاعبين تحت السن هو كريم ندفي، طبعا لعيبه من اللاعبين تحت السن، احمد رمضان بيكهام، وطبعا فكماني ماشالمبي اللاعب الجنوب افريقي. طبعا احنا عندنا بعض اللاعبين الناشئين ايضا زي احمد ياسر ريان، احمد حمدي، دول من اللاعبين اللي تحت السن. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي السنه دي، يعني التوفيق ليهم يا رب ان شاء الله تبقى بدايه موفقه، سواء في الدوري الممتاز بمباراه طلائع الجيش، او ان شاء الله مباراه الترجي التونسي يوم 16 هذا الشهر بامر الله في استاد الجيش ببرج العرب. وده املنا ان شاء الله في هذه المباراه الفوز بشكل مميز، لان طبعا هو الهدف الاكبر في هذه البطوله الفوز، توصل لبطوله العالم الانديه. دائما النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي حابب هذه البطوله. يا رب كل التوفيق من خلال طبعا مباراه تبقى قويه امام طلائع الجيش، واستعداد يبقى قوي لمباراه الترجي من خلال هذه المباراه. كل التوفيق لهؤلاء اللاعبين اللي اساميهم موجوده جوه هذه القائمه، كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين والجهاز الفني، يا رب بامر الله يبقى موسم جيد عليهم وبدايه تبقى موفقه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم المهندس عادل القيه واستاذ ابراهيم منيسي وبرنامج ملك وكتابه، ما تروحوش لبعيد، استنوهم.